بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، نتعلم في هذا الدرس إزاي نعمل كوريدور مع الترانزيشن. طبعا المشروع ده نتعرف عليه، ده مشروع كامل كروسنج. طبعا احنا شغالين في مشروع السكة حديد، وده عبارة جمال. الجمال بتطلع من هنا بتنزل في المكان التاني، وده القطر ماشي من تحت منها، يعني زي كوبري بس بيكون بمواصفات معينة، بيكون كبير من الناحية دي عشان الجمال تقدر تدخل فيه من كل مكان. وطبعا وهنا ده التراك اللي معدي من تحت عبارة الجمال. عبارة الجمال طالعة بالشكل ده. طبعا هنا على السيبل دي، ده المشروع ده كنت رسمه على اللاند ديسك توب بالشكل ده، رسمته هنا على السيبل عشان نوضح الكلام بتاعنا اللي احنا عايزين نشرحه. طيب احنا انا عملت هنا سيكشن، طبعا احنا حافظين الكلام ده من قبل كده، سيكشن سامبل، وعملت سامبل ورسمت كل 25 متر سيكشن. وبعد كده عملت السيكشنز بالشكل ده، نشر الجراوند فقط. وبعد النشر الجراوند عملت، طبعا بعد ما رسمت البروفايل ورسمت كل حاجه، بقى عندنا ان احنا نعمل المقاطع ونعمل الكوريدور. طيب الكوريدور بالنسبه للترانزيشن، ترانزيشن هي المقاطع المتدرجه. طب احنا هنتدرج منين؟ من اول البروفايل، بروفايل من هنا. طبعا الكلام ده جاي بزاويه 10 درجه، طبعا ده الايفر جرين وول، وطبعا ده شغل ايه، شغل الكباري. طبعا ده الايفر جرين وول، وهنا الكوبري اللي معدي من تحت منه السكه الحديد. وهنا ده عندي بزاويه جاي، هنا الخط ده مايل بزاويه 10 درجه. اللي انا عملته ايه؟ عملت انا بولي لاين، الخط ده بولي لاين من هنا الى هنا الى هنا بالشكل ده. فالمطلوب ان المقاطع تيجي، طبعا هنا بداية البروفايل، هنا بداية البروفايل بيعدي. طبعا هنا عندي هنا الاستيشن 300، هنا الاستيشن 275، هبتدي هنا بمقطع كبير، وهنا اصغر 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 لحد ما نوصل هنا اصغر اصغر، وبعد كده نزيد تاني الى نهاية الايه، نهاية الكامل كروسنج اللي احنا ايه بنرسمه. المهم عندنا المقاطع ازاي نعملها وازاي نرسمها. هنعمل الاسمبلي. الاسمبلي عادي زي ما بنعملها، زي الاسمبلي العادي. هنقول كريدور وكرييت اسمبلي، وهسميه هنا ترانزيشن. انا كنت مسميه قبل كده، هقول اوكي واضغط في اي مكان فاضي. بقى عندي الاسمبلي ده، هروح على كوريدور واقول له كرييت، وهقول له هنا اسمبلي تول باليتس. هاخد طبعا، ممكن ناخد من بيزك وناخد ترانزيشن، وممكن ناخد اللينز اللي احنا بنرسمها اللي احنا كنا رسمناها المره اللي فاتت دي بالشكل ده. وهوافق على الافتراضيات، احنا عارفين ازاي بنغير، بس احنا مش هنغير عشان ما نضيعش الوقت، بالشكل ده. واقول له انتر انتر. بعدها ممكن ارسم شولدر، وادي الشولدر بناخد اول واحد، وهوافق على الافتراضيات. هعمل كليك على المقاسات بتاعته والاسلوب بتاعه زي ما يكون. يعني احنا عرفنا في الدرس، في الدروس اللي فاتت، ازاي بنعمل الكلام ده. عندي هنا الدي لايت، هنا ادي الدي لايت، وادي المثال اللي احنا كنا واخدينه قبل كده. وهضغط هنا، هو 1:6 1:6، احنا كنا غيرنا من المره اللي فاتت، لكن وافق على الافتراضيات. واقول له انتر انتر، واروح عامل سيلكت. ده هو بيكتبه رايت، بيعتبره رايت. لما اعمل ميرور واروح واخد ده، اعتبر النص التاني ده ليفت. والرايت والليفت هنشوف هنعرفهم في الترانزيشن ازاي. ده الاسيمبلي بتاعنا العادي. هقول كوريدور، طبعا هقفل الكلام ده كله واعمل الكوريدور بتاعي، كوريدور، واقول له كرييت كوريدور، كليك يمين واختار كامل، كليك يمين. هنا البروفايل بتاعي اسمه كامل 381، اوكي. هاخد هنا، ده سميناه ترانزيشن، احنا سمينا ده ترانزيشن. اقول له اوكي، انا عملته باي مقاسات. لكن شوف يا اخوانا انا هعمل ايه هنا. هقول هنا سيت اول تارجت زي بتاع المره اللي فاتت. هنا الكامل ده النشر جراوند. طيب هنا هعمل ايه؟ هي خطوه واحده بس هتزيد على اللي انا عملته ده كله. هقول شايفين يا اخوانا هنا الاثنين دول بتوع اللان اهو، ويدز الاينمنت، ده شولدر، ده ويدز الاينمنت، وده شولدر. يبقى في عندي اثنين للشولدر، واثنين في عندي اثنين للان.
الكلام ده، دول ده الناتشرال جراوند. طيب هنا هعمل ايه؟ الكلام ده ما كناش بنديله اهتمام في المره اللي فاتت، كنا بنقول اوكي اوكي وخلاص ونرسم. لكن انا مش هعمل الوايدنينج او الترانزيشن، بنعمله للايه؟ لللان فقط. طيب اللان اللي هو الاولاني هضغط اوكي، ومن اوكي اتاكد ان مكتوب فيوتشر لاينز سيرفي فيجر اند بولي لاين. في عندي هنا الالاينمنت، لا انا مش عايز الالاينمنت، انا هتاكد ان ايه الكلام ده موجود. ومن هنا اقول له فروم دروينج ده الخط اليمين، هروح مختار البولي لاين اللي انا عمله هنا واسع على اضيق على اوسع، واقول له انتر واقول له اوكي. يبقى هنا خد الايه بولي لاين 1، لان انا هوسع اللان بس يا اخوانا، مش هوسع الايه، مش هوسع الشولدر، هو كاتب لي شولدر اهو. طيب انا هنا واللان الثاني ها برضه مكتوب نفس الايه ها مش الاينمنت الاختيار الثاني، وهقول له فروم دروينج اللي هو الناحيه الايه الناحيه الشمال، واختار البولي لاين اللي انا رسمته واقول له اوكي واقول له اوكي. ومن هنا اقول له اوكي، ده كل التغيير اللي انا عملته، واقول له اوكي. هنا عندي بعض الاخطاء هنوافق عليها. شايفين يا اخوانا، نلاحظ ان المقاطع جت هنا ايه، مقاطع متدرجه، هو ماشي هنا. شايفين يا اخوانا التدرج ماشي عندنا ازاي؟ تعالوا بقى ان ايه نشيك على الكروس سكشن ونشوف هتيجي معانا. هقول له هنا ايه فيو اديت كوريدور، كليك يمين اوكي 6 كامل. هنا 420. شايفين يا اخوانا؟ طيب هناك طبعا عشان ما كانش فيه نشر داوت، هنا عايزين نعدل الايه اديت، هنعدل الفيو اديت فيو. هنا هاخد اول كودز اوكي اوكي. طبعا احنا هنحسب من اول الايه، من اول الالاينمنت. الالاينمنت كم من 300 وشويه ولا كم 200 وشويه. هنا شايفين اخوانا هنا بدا الايه الالاينمنت والنشر جراوند بتاعي. هنا الالاينمنت شايفين اخوانا واسع كبير جدا، شايفين هيبتدي ايه يقل عندنا شويه شويه اهو. شو واخدين بالكم من الالاينمنت؟ ها واخدين. ما لو نلاحظ ان الشولدر ده ثابت، شولدر ثابت، لكن اللان هو اللي ايه اللي بيضيق شويه شويه. لو انا عدلت اللان، اللان الثاني هي ايه هيضيق ويوسع. لو انا عدلت هناك، لكن انا عدلت بس في الايه، يعني قصدي الشولدر هيضيق او يوسع. انا بحدد اللي هيضيق او يوسع بايه، ببولي لاين. لو انا محدد بولي لاين للشولدر، كان ممكن ارسم للشولدر واروح جاي عند الشولدر واروح مختار الايه، مختار البولي لاين. هاجي اقول ايه، شايفين يا اخوانا ها اهو يبدا يضيق شويه شويه، والامبانجمنت بتاعنا يعلى لحد ما يوصل الى اعلى الكوبري، يكون اضيق ما يكون. في منطقه الكوبري بيكون الويدز ايه ثابت، وبعدين الامبانجمنت بيقل شويه شويه، والمقاطع تتدرج بالشكل ده. وهي دي فكره رسم المقاطع المتدرجه، حاجه بسيطه خالص وما فيهاش اي حاجه. وبكده يكون انتهى الدرس بتاعنا، ونكمل على منوال الدروس اللي احنا خدناها قبل كده. وجزاكم الله خيرا.